كل واحد فينا درس، ربنا واحنا يكرمك. بنستنى حضرتك ربنا يكرمك. اللي هو في المواعيد اللي حضرتك، وبنتمنى الحلقات بتاعت حضرتك تزيد، ربنا يخليك يا استاذ علشان امين. حضرتك بجد يعني احنا بنستفاد منك، شكرا جدا يا بنستفاد استاذ من امين. مقالاتك كمان اللي حضرتك بتكتبها. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وليا طلب بسيط جدا اتفضلي عند حضرتك، ان تحت امرك. انا خريجة 2004، انت منين يا وبحب استاذ اعمل امين؟ مناشدة بس للسيد الدكتور شيخ الازهر او وزير التربية والتعليم. انا نفسي اشتغل، انا تميت 31 سنة وحاسة ان فرصتي في الشغل هتضيع، نفسي بص يا اشتغل امان، انا. ايوه استاذ امان بصي، ايوه هو كان من المفروض ان يتم اعتماد مسابقه يوم 17/12. انا ايوه كنت يعني انا موجود مع اجهزه التنظيم والاداره ايوه وشفت المسابقه دي بعينيا، شفتها، مش بقول مثلا ايوه ان حد قال لي مدير عام التنظيم والاداره قال، لا المسابقه دي موجوده في ايوه المحافظات. لما نتكلم مثلا في المحافظات الدقهليه كان نازل فيها 21,000 وظيفه، القليوبيه انا بقول لك المحافظات اللي انا حافظها، القليوبيه 19,000 وظيفه، الجيزه 28,000 وظايف كانت نازله المفروض يوم 17. المهم القلق اللي حصل في البلد اجلوها لشهر واحد. انا سالتهم بنفسي قالوا بس يخلص القلق ده وهتنزل المسابقه دي، وسيبي لي رقم حضرتك في الكنترول او خدي رقمي لو يا جت ريت. اي فرصه تحت امر حضرتك، مش هنتاخر يعني. بشكرك استاذ امان. بصوا يا جماعه، كان ناس حبايبي واصحابي من شبرا هارس، الاستاذ خالد عبد الرحمن والاستاذ مجدي حميد، خاصه الاستاذ مجدي بيجي يعني بيكلمني على طلبات كتيره جدا، وناس كتير بيكلموني على الفيسبوك وعلى الجروبات المختلفه بيقولوا لي تعيينات لناس، بيسعوا الناس، شايف واحد قريب وواحد معرفته شاب. من ضمن الورق اللي جابه لي الاستاذ خالد عبد الرحمن اعتقد اول امبارح، ولد خريج اعلام وبتقدير جيد جدا، خريج اعلام جيد جدا. انتوا عارفين يعني ايه خريج اعلام جيد جدا وقاعد في الشارع مش لاقي شغل؟ مش هقول اسمه طبعا على الهواء، انتوا عارفين يعني ايه واحد خريج بجيد جدا. وللاسف شديد لما نتكلم على مهنتنا مثلا اعرفها كويس زي مهنه الاعلام، مين اللي بيمارسها دلوقتي؟ اللي بيمارسها دلوقتي لا مؤاخذه مع احترامي وتقديري يعني اللي خريج مش عارف معهد فنون مسرحيه، واحد اصلا ممثل يجيبه دلوقتي بقى يقدم برامج عشان شهرته انه ممثل، وسايبين خريج الاعلام اللي هو خريج جيد جدا وامتياز. ما هذه هي دي الدوله للاسف شديد. واذا ظلت كده، واذا ظلت كده ومش هيبقى في تقدم، اعتقد ان الامور مش هتبقى مبشره بالخير. لا دول يعملوا ايه يعني؟ يقعد يعمل ايه اللي خريج اعلام دفعه اعتقد 2010 او 2011 ومن اوائل الدفعه، وغير وغير وغيره كتير، غيره كتير اللي خريج هندسه واللي خريج صيدله دلوقتي بيستنى تكليفه قد كده. انا بتكلم على كليات القمه واللي خريج تربيه، تربيه دي مش كليات قمه ولا مش كليات قمه؟ كليات قمه. اللي خريج تربيه قاعد في بيته دلوقتي. مين معانا يا حمدي؟ ابو سلمى من القاهره، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا عامل ايه؟ بحضرتك يا فندم. تمام والله الحمد لله. اتفضل يا ابو يا سلمى. استاذ احمد، انا كنت حضرتك عاوز اعلق على الست اللي خانت جوزها ديت وهربت مع عاشقها. اتفضل. إيه بامانه والله، هي ست ما هيش محترمه وما هيش كويسه، وربنا يعاقبها على الذنب اللي هي عملته الكبير ده، وهي ما تستاهلش ان هي تكون ام. وبعدين يا استاذ احمد، انا كنت كلمتك بخصوص قضيه محمد صلاح، وحضرتك قلت لي تابعني الاسبوع الجاي. لم لسه ما تحولتش لمحكمة الجنايات على فكرة. محمد صلاح من المحتمل على 6/2 او 7/2 هتحال الى محكمة الجنايات. من 6/2 ل 7/2. الجلسة ان شاء الله باذن الله. انا متابعنا، خد بالك القضية دي هي تعتبر تاني قضية عرضناها اول ما بدأت، انا لسه بادئ في مصر البلد من شهرين ونص بس، دي كان تاني ربنا قضية يخليك يا عرضتها في استاذ البرنامج. احمد، ربنا يخليك، لانه والله هي بالنسبه للقضيه ديت وبالنسبه لقضايا تانية كتير والله العظيم هم شادينا جامد والله العظيم. وبالنسبه لقضيه برضك اللي هو سواق التوك توك ده، اللي لسه لما لحد حالا ما نعرفش سواق مكان التوك توك الست اللي ده، هو في الوراق، اللي هو من وراء. للاسف جثته ما ظهرتش لحد دلوقتي، تمام. يعني جاري محاكمه المتهمين وجثته لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي. الله، ربنا يصبر اهله يا رب. انا بشكرك، شكرا جزيلا لك ابو سلمى من القاهره. هي دي روح مشاهدين برنامج من الجاني في كل مكان. ابو سلمى بيكلمنا من القاهره وبيسال على قضيه في محافظه الدقهليه كنا عرضناها، وبيسال على قضيه كنا عرضناها ايضا من الوراق. ولما بخش على جروب مالجاني على الفيسبوك بحس ان احنا اسره واحده، يمكن على صفحتي انا بس 23,000 غير طبعا موقع القناه 300,000، يا دوبك اللي اقدر عليهم هو العدد ده عشان اقدر اتواصل مع معظمهم. فيا جماعه الناس كلها بحس ان هم اسره واحده،
وده يعني اللي منجحنا هنا كبرنامج واللي منجحنا كقناة مصر البلد. طيب ارجع تاني انتشار مبروك السنهوري، اتفضل يا ريس. معلش اذا كنت قطعتك، ولكن انا الاول استاذ احمد ادعو الله عز وجل ان الناس يحبوني زي ما بيحبوك كده، لا لا بيحبوك. وان انت انا اتحصل على كم من الحب، لان الحب الناس ده رصيد لا لا رصيد. انت شخصية محترمة، ربنا انت شخصية يخليك يا محترمة مبروك استاذ بيه، احمد، ربنا يخليك لي. وانا كن بس لك كل ليه تقدير وكل رجاء، احترام اما يعني. نخش في نقطة سيبنا كمل، حاضر يعني سيبنا كمل. احنا كنا سيادتك سألتني محمد مرسي رده على المحكمة، تمام. بقول له انت مين يا علي؟ قال له رئيس محكمة جنايات مصر. الراجل أدبه الجم بقى كان قال له أنا رئيس محكمة جنايات مصر، وأنت مين؟ زي ما بنقوله في الفلاحية، أنت ابن إيه؟ طب وأنا أنت ابن إيه؟ فاهم أنت؟ بس مش معقول رئيس شوف محكمة جنايات الراجل هيخش بقى في قال له أنا رئيس محكمة، مش رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس محكمة جنايات مصر، يعني أنا بحاكمك باسم المصريين. صحيح. شوف الأدب الجم. مبارك محمد حسني صدمة، قال له نعم يا فندم. طب عمره وعمر محمد مرسي في الحكم قد إيه؟ سنة سنة. مش كده؟ الراجل ده عمره في عمره انت بيخدم مصر مصر. برضو، مصر معلش برضو يا راجل يعني، انت مصر. سيبني، انا طب يعني من انت مصر. عشاق حسني طيب مبارك، ماشي، ده انا فين اللي خلي بالك من طب الفلول، ماشي، فل من انا الفلول، فين؟ ولكن بس اقول لك حاجة. اسمع مني طب انا خلينا بقى. اتكلم بصراحة. طب هقنعك على الهواء، هقنعك على الهواء. فاضل طب نقطة طب استأذن معليك طب عشان اتفضل خاطر اتفضل. ده قبل ده كله كنت عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. كل حاجة في مصر اتخلخلت واتزعزعت إلا القضاء. أنا راجل كلهم في محكمة جنايات شاكر، جايبها إن شاء الله كده من إيه؟ من إدفو، من أسوان حتى مطروح. كل حاجة مع الرئيس أستاذ أحمد حبيبي اتخلخلت واتزعزعت إلا القضاء. ثابت قابع في محرابه، أنزه قضاء وأشرف قضاء. وبالمناسبة أحيي كل وكيل نيابة لسه متعين البارح لحد عشقي ومحبوبي المستشار أحمد الزين. وللأسف لما رحت نادي القضاء عشان ألتقي بهذا الرجل، أنا سايبك تكمل أهو. لما أشرف بلقياه وتركت له رسالة أشكره على ما يقوم به وعلى الطعنات اللي بتوجه له من كل مكان. طيب ثابت على موقفه، لم يتزعزع القضاء المصري ما تشوفش الشامل. انت بتبص على الصوره، الصوره ما مش هنشيل كلامك، ما بنشيلش كلام حد. لا طب خلينا ناخد بس استاذه ارجوك ما ليلى، تشيلش حاجه مني والله خالص. يبقى احنا على الهوا ما بنشيلش حاجه. الله احنا يخليك. بص على الهواء مباشره مع انتشار، خلصنا النقطه ما دي، شوف عندناش. بقى موقف مبارك طيب ناخد الاستاذه وهو ليلى من برد اسكندريه على الاول. اتفضل برضه حبيبي، انت مصر، انت اتفضل مصر، حبيبي. مصر خلصناها بقى دخلنا كده، برضه في هذه خلصناها النقطه. وهسيب لك استاذه الباقي. ليلى من اسكندريه، اهلا بيكي، اتفضلي يا استاذه ليلى، اتفضلي يا استاذه ليلى، السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا حاجه ليلى. والله انا مش عارفه اقول لك على الست دي، ما اقدرش اقول لك على الست دي. ابعدي عن التلفزيون يا حاجه بعد اذن السلام حضرتك. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه ما تسمعنيش من التلفزيون، اسمعيني من السماعه. ايوه السلام اتفضلي يا حاجه عليكم. ليلى، تحت امرك، اتفضلي. والله انا ما اقدرش اوصف لك الست دي، مش بني ادمه. الست دي مش بني ادمه، ما اقدرش اقول لك الست دي مش بني ادمه، مش بني ادمه. يعني ما قلبها ما شافش العيال ده، قلبها ما شافش العيال دي، عشان انا عندي نموذج من ده في اسكندريه. ماشي حاضر. ماشي حاجه، حاجه انت بتسمعيني من التلفزيون، انا بشكرك، وصلت طبعا رساله حضرتك. معهم شر نعم ردا، حبيبي. ردا على نعم حبيبي. استاذ حسين، اتفضل يا استاذ حسين، نعم وهرد لك حبيبي. على النقطه دي عشان ماشي. اتسالت كتير. استاذ حسين اهلا. استاذ حسين بالقاهره معانا من بدري، معلش يا حمدي انت قلت لي انه معانا من بدري، اتفضل يا استاذ حسين. السلام عليكم. عليك الصلاه وبركاته، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، مساء النور. ازيك يا استاذ احمد، اهلا منور بحضرتك، والله الشاشه، والله بنورك، ربنا يكرمك. والله احنا من غيرك
يعني عايز اقول لحضرتك مش حبيبي. يعني مش فاهمين حاجه في اي حاجه. لا ده انا اللي من غيركم ولا حاجه والله. والله انت ربنا الاعلم معزز حضرتك عندنا. ربنا يخليك. البرنامج ده اذا كان نجح فهو نجح بيكم انتوا والله. انا بقعد من الشغل لسعادتك عشان استنى حضرتك مخصوص. ده احنا نتشرف بيك يا استاذ حسين. وتحياتنا لك وللجميع. ربنا يكرمك. انا عايز اقول لحضرتك ان الست ديت ما ينفعش نقول عليها ام بعد اذنك، يعني حتى لو انا بناشد اي حد يتصل ما يقولش عليها ام، لان هي ما عندهاش قلب. صحيح. تمام. مش بني ادمه، يعني مش بني ادمه، مع ما يعني لو واحد متخلف عقليا مش هيعمل اللي هي عملته دوت. دي حاجه. الحاجه الثانيه بس استاذن حضرتك، يعني اي حد إن كان ما يقارنش مرسي بمبارك. صحيح. انا ما بدافعش عن مبارك، ما بقولش ان هو راجل كويس. احنا بنتكلم في نقطه وهي نقطه المحكمه، وده اللي عاوز اوصله معاه مشار. يا سعاده الباشا انا عايز اقول لسعاده المستشار، دي عالم ملهاش مله. عالم. نعم. يعني عالم ملهاش مله، يعني احنا عارفين كافر ده كافر، مسيحي مسيحي بعد احترامي ليهم، المسلم ده مسلم، لكن دي ناس ملهاش، يعني انا مش فاهم انت مسلمين ايه؟ بتصلي ايه؟ وبتعبد ربنا ازاي؟ بتعبد ربنا ازاي؟ وبتقتل وتطلع تمسك اهلي وتمسك وتفجر وتعمل، بتعبد ربنا ازاي انت؟ تعرف ربنا منين انت؟ بتعرف تحط دماغك على المخده؟ يعني انا عايز اقول لاي، هو اكيد سامع حضرتك والناس ديت على فكره اكيد سامع حضرتك دلوقتي. انا عايز اقول له انت اكيد انت يعني انت بتعرف تحط راسك على المخده؟ بتعرف تنام؟ ما بتعرفش تنام. مش عارف اقول لحضرتك ايه. بشكرك يا استاذ حسين، شكرا جزيلا ليك، وسعيد بيك جدا جدا، وسعيد باتصالك، وربنا يخليك على كلامك. وده اللي بيخليني بكلام حضرتك وكلام كل المشاهدين سواء في التليفون او على جروب مالجاني على الفيسبوك. ناس كتير جدا بعتين رسائل شكر، اكتر من 200 رساله بلا مبالغه، بشكرهم شكرا جزيلا. قد ايه يا جماعه بكون حريص ان انا اكون عند حسن ظنكم، والله ما بقول الا الحق، ما بحاولش ان انا اضل الاوامشي في اتجاه. كان الدكتور محمود رياض النهارده الحقيقه اخويا الفاضل اللي انا بحترمه، كان قاعد معايا قبل ما التقي بيكم على الهواء مباشره، قال لي احنا عاوزين نمشي في اتجاه الحق فقط. لا يعني فين هتولي في اي قناه فضائيه كده قبل ما بتطلع بيديك السكريبت بيقول لك قول كذا وقول كذا. لا لا والله ما عندي الكلام ده خالص الحقيقه. يعني مين معانا؟ استاذ احمد اهلا بيك. استاذ يا فندم اهلا بيك. استاذ احمد مساء النور. معلش انا مش متابع الحلقه من الاول والله، النور هنا بصراحه يعني احنا تعبنا بصراحه. يا احمد والله لا بشوفها بكره بقى في الاعاده الساعه 11، او انا اشوفها تنزل النهارده على اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنقدم تهانينا للواء طبعا، يعني شهيد الشرطه والله بجد، يعني حاجه بجد ما ربنا يعيننا على الناس دي والله، ربنا ينصرنا عليهم يا رب. اللهم امين يا رب. وزاره الداخليه كلها اللهم امين يا رب العالمين. انما يا احمد موضوع الكهرباء ده احنا تعبنا بصراحه. رجعنا تاني لانقطاع التيار الكهربائي. اقسم بالله بقى يعني مرسي بقى أسوأ من ايام مرسي. صح اتفق معاك اتفق معاك. وفي مدينه اها يعني ما فيش الا الكره حوالين اها، يعني ما فيش الا العزب بمعنى اصح، يعني من العصر لأذان المغرب. طب ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. يوم السبت اللي جاي شوف مفاجاه انا عاملها في موضوع الكهرباء ان شاء الله، انا عشنا وكان لنا عمر باذن الله. يوم السبت الساعه 9 لعل، يعني انا 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 بطالب اقاله وزير الكهرباء في التغيير القادم ووزيرة الصحه وبعض الوزراء التانيين كده، طبعا هم معروفين، ولكن خلينا نركز على وزير الكهرباء اللي موجود حاليا اللي هو جار الببلاوي وساكن معاه في العماره للاسف شديد، وزيرة الصحه اللي هي صديقه زوجته دكتوره مها الرباط، دول جوهم معروف طبعا جوهم ازاي للاسف شديد. اتمنى ان هم ما يكونش لهم مكان في الوزاره الجديده. والله العظيم يا احمد انا كل اللي مزعلني ان انا مش مشاهد حضرتك والله. لا لا تحت امرك، بس شوف مفاجاه كده انا عارضها يوم السبت اللي جاي الساعه 9. كل يوم يا احمد والله على النظام ده، كل يوم على نفس الوضع ده. كل يوم حوالي ساعتين ثلاثه. طيب. كل يوم هو في مفاجات هعرضها في موضوع الكهرباء ده يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. واعتقد صوتك وصل المهندسه هند، بتشوفنا مدير اداره الكهرباء او الماسكه طبعا وكيله الوزاره في المنطقه كلها. بشكرك شكرا جزيلا ليك. انا عاوز اقول حاجه حمدي، في صوره موضوع مؤثر جدا يا جماعه هعرضه برده يوم السبت. معوق بايديه، ما اصلا ايديه يعني عنده اعاقه كامله، ضاربين له ايصالات امانه ومهدد بالحبس. ده جه استغاث بيا الحقيقه واستغاث بالبرنامج. انا هعرض قضيته يوم السبت بالتفاصيل كمان. حمدي يا ريت تجهز لي صوره المعاق ده عشان اوري كل المشاهدين وكل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي قد ايه الانتقام ما اصبحش من دي صورته. شايفين يا جماعه الانتقام اصبح كمان من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه. بصوا يا جماعه ضاربين له ايصالات امانه بيهددوه بالحبس. الاسباب طبعا هقولها لكم يوم السبت. شايفين يا جماعه ايده. طب ده بيمضي ازاي على ايصال امانه؟ انا مش عارف.
نعم نعم. يعني انتوا شايفين الموقف اللي قدامكم دي ايده، وشه فين يا حمدي؟ دي ايده يا جماعه. يمضي ده بيمضي ازاي عشان يضربوا له ايصالات امانه؟ هتشوفوا تصوير معاه حاولنا، وطبعا كلامه يا عيني كلام بسيط قوي لان الاعاقه في كل في كل وما وشه. طارق مش جايبه ولا ايه؟ طارق مش جايب وشه؟ طيب هنعرض تفاصيل كامله، انا بس بوريكم ايديه هتشوفوه بقى كامل. دي الاعاقه بتاعت ايده، عشان بقول للمشاهدين المعاق ده اللي بيتضرب اللي ضرب له ايصال امانه ازاي اصلا وهو ايده فيها اعاقه كامله. طب هكمل صلاتنا التليفونيه. استاذ عبد الباسط من البحيره اهلا بيك. النهارده اكتر محافظه بتشاهدنا برضو الجيزه والبحيره. ألو. بعدها البحيره. ألو. اهلا بيك يا استاذ عبد الباسط. ازيك يا سعاده الباشا، وانا بمثل حضرتك وعلى القائمين بالقناه وعلى حضرتك. ربنا يكرمك. وبالنسبه للمشكله بتاعت النهارده يعني نقوله معدومه الروح الادميه. ما من عندكم من البحيره بقى. معلش بقى اذا كانت من عندنا برضو او من غيره، احنا بنتكلم ان هي معدومه الادميه، مفيش روح انسانيه خالص. صحيح. ماشي. اطفال زي دي طبعا ما ينفعش يعني ان ايه؟ يعني ما فيش قلب، هو القلب متشال الظاهر ولا ايه؟ حضرتك انا بعمل مداخله مع حضرتك بخصوص القضيه بتاعت محضرين محكمه ابو المطامير اللي اتشرفت واتكلمت حضرتك قبل كده. كويس بقى انت بتكلمني على قضيه عندك في البحيره، وكنت واعتقد ان حضرتك قابلتك انا في الدمنهور يوميها، وقابلت ناس كتير قوي في دمنهور يوم الاسبوع اللي فات لما كنت في تصوير. مش حضرتك قابلتني يا استاذ عبد الباسط صح؟ ايوه. طيب فرصه ان المستشار القانوني الاستاذ مبروك السنهوري يقول لنا ايه في عجاله لعل المحامي العام في البحيره يكون سمعنا. يعني يا فندم انا الناس دي كان في حاجه عندي اسمها مصاريف محكمه، المفروض يعلنوني في فتره اللي هي ان انا الفتره بتاعتي ان انا اطعن. يعني المشكله من محضرين محكمه دمنهور، محكمه ابو المطامير. محكمه ابو المطامير. عملوا لي تثبيت 23 قضيه سببوا لي في تشردي وسببوا لي ان كان ايه ايه السبب ايه السبب ايه السبب يا استاذ عبد الباسط ليه؟ كانت مبنيه على حاجه اسمها مصاريف محكمه، مبلغ لصالح المحكمه مصاريف محكمه. فطبعا المبلغ ده كان في تقاضي ما بيني وما بين خصم واحد، خصم ماشي، وجابت المحكمه عليا مصاريف. يعني انت ازمتك باختصار ازمتك مع محضرين محكمه ابو المطامير. محكمه ابو المطامير بيعملوا لي بيعلنوني في اماكن غير اللي انا مقيم فيها. وموضوع بتعمد. يعني قصدك تقول مثلا دون ذكر اسماء اتفقوا مع خصمك؟ اتفقوا مع خصمي واعلنوني بعد فتره الفتره اللي انا المفروض اطعن فيها. نتمنى بشكرك، نتمنى رد من مكتب المحامي العام لنيابات البحيره، اعتقد دمنهور طبعا تابعه لابو المطامير تابعه لدمنهور. انا تبنيت الموضوع والموضوع عندي. وان شاء الله في طريقه للحل. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله حل. يعني استاذة تيسير من اسكندرية اهلا بيكي. ايوه اتفضلي يا استاذة تيسير. اتفضلي انت معانا على الهوا. ايوه استاذة اهلا بحضرتك. استاذ احمد اتفضلي. استاذ احمد معايا؟ اتفضلي انت معانا على الهوا. ايوه انا بقول على الست اللي هي سارت عيالها دي مش بني ادمة اولا. الو اتفضلي ست الكل بعيدة عن التلفزيون بس. انا بعيدة عن التلفزيون. اتفضلي. دي مش بني ادمة وما تستاهلش انها تكون ام. وفي حاجه كمان عايزه اوجهها للاستاذ احمد. اتفضلي. بالنسبه للضيف اللي معايا اللي عمال بيشكر في حسني مبارك. احنا نكون سبب كل اللي حصل دوت اللي احنا فيه في البلد فيه يكون سبب حسني مبارك. هو لو ساب البلد بهدوء ما كانش حصل ده كله. انما هو ساب فضل متمسك ومنشف دماغه وفضل لحد من السجون اتفتحت وحصل كل اللي حصل ده اللي احنا فيه يكون هو السبب. وبيشكر لي فيه الاستاذ اللي قاعد معايا. تمام بشكرك. خلينا نخرج فاصل صغير كده بس قبل الفاصل بس يا حمدي عاوز اوضح نقطه عشان ابقى قافل ده. انا بتكلم والله بلسان الناس الغلابه والمواطن البسيط. مع احترامي وتقديري لما نتكلم في المقارنه ما بين محاكمه مرسي ومحاكمه مبارك، المحاكمه فيها فرق شاسع، ولكن عندما نتحدث عن فساد ومن افسد وزي ما قالت استاذه تيسير من اسكندريه، وضع مصر خلال السنوات السابقه كان اسوا وضع. معلش يا معن شر خلينا اوضح. نعم.
الشباب اللي ما تعينوش من 10 سنين ورفع التكليف عنهم من 10 و11 سنه و12 سنه ده من افسده. مشاريع الصرف الصحي التي لم تصل الى 80% من قرى محافظات مصر من اسكندريه لاسوان، والناس بتشرب ميه جوفيه وميه مخلوطه، ميه عاديه مخلوطه بالصرف الصحي، من افسد هذا؟ من افسد هذا؟ الكوسه التي استخدمت في التعيينات في كل المسابقات التي تمت في عهد مبارك، من افسد هذا؟ مش حسني مبارك لوحده. امال مين؟ ماشي يبقى اذا اذا ماشي اذا منظومه معاه، كل راع مسؤول عن رعايته معاه منشار. انا حق ان انا بس انا برد باسم المشاهد البسيط اللي بيشوفنا دلوقتي اللي مش لاقي يشغل ابنه حتى هذه اللحظه. رفع التكليف ده كان وكان وكان، يعني في مجموعات. ما فيش اي انجازات يا ريس. يا فندم انت عندك في محافظه البحيره. انا ما قلتش في انجازات. مفيش قرى خارجيين. 3 مليون فدان ولا 5 مليون فدان، بس ستك ما نزلتش قرى الخارجيين. شفت ايه اللي هناك؟ طب انت في ما فيش متر الانفاق. طب هو انا برضه مفيش. والنبي الله يكرمك يا معالي المستشار، والنبي الله يكرمك عشان بس ما يتقالش ان انا واخد موقف عدائي. هل تسال مبارك عن خطئه وحده ولا المنظومه اللي كانت معاه؟ ما هي المنظومه كلها. بس طيب خلوني اطلع فاصل، بعد فاصل اعزائي المشاهدين استكمل مع المستشار القانوني مبروك. بعد الفاصل على طول. بعد الفاصل. مصر البلد. ثم إذا رغبتم في خفض آثار الترهل أو السيلوليت، يمكنكم وضع الجل المنحف وتركه يعمل كالسحر. يكون تأثير الملحق المتموج مضاعفا عند وضع الجل على الجسم، سوف يمحو آثار الترهل، يزيل السيلوليت ويعيد النعومة إلى بشرتكم. أخيرا يأتي ملحق البكرات النادر بثلاثة رؤوس دوارة تفوق قوتها قوة التدليك العادي بثماني مرات. يمكنكم إضافة الجل المنحف أو زيت التدليك على المناطق التي تريدون استهدافها وترك الارتجاجات تتغلغل داخل بشرتكم. ريلاكس أنتون يساعدكم على أن تكونوا مثيرين ويكسبكم نحافة لطالما حلمتم بها. هذه آلة تدليكي القديمة، إنها صاخبة لا أستطيع تحملها. لقد أهداني صديقي ريلاكس أنتون وهي هادئة جدا. إنها هادئة وقوية أيضا. أحضر إلى البيت كل يوم وأستعملها كمدلك، إنها مريحة. لا أعتقد أن أحداً قد يبتاع جهازاً منافساً بعد أن يختبر قوة جهاز ريلاكس أنتون وهدوءه. بعدما أصبحت حاملاً زاد وزني 12 كيلوغراماً، وبعد الولادة رغبت بشدة في التخلص من الدهون الزائدة. في البداية جربت هذا الهيلاهوب، اشتغلت عليه بجنون، لكنه لم يعطني أي نتيجة. ثم جربت آلة المعدة، لكنها كانت متعبة فاضطررت إلى الابتعاد عنها. تحمست كثيرا عندما شاهدت ريلاكس أنتون وبدأت أستخدمه كلما كنت أشاهد التلفاز. كنت أنسى أصلا أنني أتمرن. خلال فترة قصيرة اختفت الدهون الزائدة. انظروا إلى بطني الآن، لقد أصبح مسطحا. كل شخص يرغب في تنحيف أجزاء معينة في جسمه. لستم بحاجة إلى أداء تمارين مؤلمة لتنحيف بطنكم، كذلك لستم بحاجة إلى رفع أي أثقال للتخلص من ترهلات الإبطين. ريلاكس أنتون يساعدكم على استهداف هذه المناطق بالارتجاج وحرق الدهون للحصول على جسم متناسق. هل لاحظتم أن وزنكم يزداد تدريجيا كل سنة؟ الدهون تتراكم تدريجيا إلى أن تصلوا إلى هذا الحد. لا أصدق، أصبح لدي ذراعا جدتي وبطنها المنتفخ. ينتابكم شعور باليأس عندما تنظرون في المرآة ولا تتعرفون إلى أنفسكم. ارفعوا سماعة الهاتف الآن واطلبوا ريلاكس أنتون اليوم، سيساعدكم على استعادة مظهركم النحيف الجميل ثانية.
أنا أكره الرياضة ولم أستطع يوما التخلص من الدهون الفائضة. في أحد الأيام عرفتني صديقتي على ريلاكس أند تون، بات بمقدور التخلص من الوزن من أي مكان أريده، وخسرت 5 كيلوغرامات وأصبح بطني مسطحا، حتى أردافي نحفت 5 سنتيمترات. أخيرا حصلت على الشكل الذي أتمناه. ريلاكس أند تون هو الخيار الأفضل لشكل لائق، إنه سهل الاستعمال، غير معقد وفعال. معظم الناس يعرفون أن استخدام الهيلاهوب يساعدهم في الحصول على خصر نحيف. دعونا نجري مقارنة بريلاكس أند تون. مرة دقيقة واحدة، إنجاز رائع، 73 مرة، جرى 73 احتكاكا بين خصرها والهيلاهوب في الدقيقة. ماذا عن ريلاكس أند تون؟ رائع، 2500 مرة. ريلاكس أند تون أسرع 34 مرة من الهيلاهوب، والأهم من ذلك أنه غير مرهق. هل ترغبون في الحصول على ساقين نحيفتين ومؤخرة جميلة؟ دعكم من تلك الدراجات المتعبة، اتركوا ريلاكس أند تون يقوم بالتمارين نيابة عنكم، إنه غير متعب وفعال. في خلال أيام قليلة ستختفي السيلوليت الظاهرة على ساقيكم ومؤخرتكم تدريجيا، فيبدو شكلكم أكثر إثارة. هل يشتكي أباؤكم وأمهاتكم من آلام العنق والكتفين؟ استخدموا الملحق المسطح مع ريلاكس أند تون، واجروا لهم تدليكا يجعلهم يظنون أنه يجري على يد مدلك محترف. بعد 10 دقائق من التدليك ستجدون علامات الرضا والراحة على وجوههم. معظم الرجال يرغبون في التخلص من بطنهم المنتفخ. الملحق المتموج في ريلاكس أند تون قادر على تكسير دهون البطن. ستلاحظون أنه بدأ بالانكماش بعد أسابيع قليلة فقط. هل تملكون بطنا منتفخا؟ خصرا عريضا؟ ابطين مترهلين؟ أو مؤخرة مترهلة؟ لا تنتظروا أبدا، ضعوا الجل المنحف على أي منطقة واتركوا الخبير يعمل عمله. ريلاكس أند تون وملحق الرؤوس الدوارة بمعدل 360 درجة سيقوم بتمرير الجل داخل بشرتكم، مما يزيد من فعالية التنحيف ويحول جسمكم بسرعة إلى شكل جميل ومثير. لا يساعدني ريلاكس أند تون على عملية التدليك فحسب، بل إنه مرفق أيضا بمبرد القدمين الكهربائي الذي يساعدني على التخلص من مشكلة الجلد المتصلب الكثيف. الآن أتمتع بقدمين خاليتين من الشوائب. ريلاكس أند تون يجعلني أبدو جميلة من رأسي حتى أخمص قدمي. ريلاكس أند تون أنيق مدمج ومحمول، إنه مثالي لكل أفراد العائلة. إضافة إلى الملحقات الثلاثة تحصلون على غطاء واق قابل للتنظيف لتأمين تدليك ناعم. اتخذوا قراركم اليوم ودعوا ريلاكس أند تون يتولى أمر الدهون الزائدة. يساعدكم على خفض قياس سراويلكم من 4 إلى 2 ويجعل شكلكم أكثر لياقة. هذا هو الجهاز الوحيد الذي يجعلكم تجلسون وتسترخون بينما هو يقوم بالتمارين نيابة عنكم. هذا ليس كل شيء. إذا اتصلتم خلال 20 دقيقة القادمة تحصلون على مبرد كهربائي صغير مجانا. يمكنكم أن تقولوا وداعا للجلد المتصلب والجاف على أقدامكم، وأن تحصلوا على شكل لائق من رؤوسكم حتى أخمص أقدامكم. إذن ماذا تنتظرون؟ ارفعوا سماعة الهاتف واطلبوا الآن، موظفون جاهزون لخدمتكم.
يدعوكم الدكتور محمود رياض، رئيس قناة مصر البلد الفضائية، ابن مركز أجا، محافظة الدقهلية، يدعو جموع وأهالي قرى ومركز أجا وشعبه العظيم لتنظيم مسيرات سلمية مؤيدة لسيادة المشير عبد الفتاح السيسي، لدعمه وتأييده في انتخابات رئاسة الجمهورية تحت شعار أمل مصر العظيمة. وسوف تكون التغطية الإعلامية من قناة مصر البلد، وستذاع في برنامج أمل مصر المخصص لدعم سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد. إن سيادة المشير عبد الفتاح السيسي هو حقا أمل مصر العظيمة ورجل المرحلة، فهيا أيها الشعب العظيم لنقف صفا واحدا ونوحد كلمتنا في اختيار رئيسا لكل المصريين، وهو سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، أمل مصر أمل العظيم. أمل العظيم. للتنسيق مع القناة من خلال أرقام 011-580-72-905، لتنسيق وتنظيم المسيرات المؤيدة 011-580-72-905. عدنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وأهلا بيكم من جديد. خلونا بقى نقرأ كل الرسائل، الرسائل الحلوة والرسائل الوحشة، كل الناس على رأسنا. محمد صلاح: هاني عبدو، الحل إننا ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح البلد، اللهم أمين يا رب العالمين. شريف التوني بيقول أعمل أدد، في حد بيقول أعمل أدد. أستاذ شريف أنا المشكلة عندي، أنا بقالي سنة العدد عندي 5000 الاصدقاء، لما اجي يعني من سنه ما ينفعش اخد اصدقاء تانية. ممكن تعمل متابعه عن طريق صفحه شيخ بعد، تعتذر لك طبعا واعتذر لكل اللي بعت لي، انا اتشرف بكل الناس، بس المشكله مش عندي، المشكله في الفيس ما بيقبلش اكتر من 5000 صديق، وانا من سنه او سنه ونص بصراحه الكل بيعمل لي متابعه عن طريق صفحتي الشخصيه. استاذ هشام احمد مسعود متغاظ منك قوي، بيقول لك ايه الحكايه لازم تكون وطني، وبيقول لك انت بتاع مبارك ده ابو زيد. نسمع رساله وبعدين رد. في واحد انا 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 اسمه هشام احمد مسعود وابو زيد عشان ترد عليهم. شروق بعتالي بتقول لي: هي مصالح، بيقول انا ابراهيم صالح بحيي حضرتك وبحيي ضيفك، وبالنسبه لموضوع اليوم الست دي حرام تكون ام الاطفال بريئه مثل هؤلاء الاطفال، دي مثل سيء لكل السيدات. شريف التوني: شكرا استاذ احمد على المجهود ده عشان البلد، ده والله فعلا عشان البلد يا استاذ شريف. محمد رشدي: مع احترامي للبرنامج الجميل بتاعك استاذ احمد، المفروض ما كنتش تذيع الحلقه دي، انت فضحت الراجل واولاده. بص احنا ما نروحش ضربناهم على ايديهم عشان نقول لهم يا استاذ محمد رشدي، ولكن راجل جالنا واتكلمنا معاه وخدنا محاضر الشرطه وتحقيقات النيابه، احنا بنعرض الهدف، المنطقه كلها عارفه، دمنهور كلها عارفه، والبحيره كلها عارفه الموضوع، ولكن انا هدفي رساله وهدف ان القضيه تتحرك. طب عاوز اقول لك حاجه يا سيدي، ايه رايك ان مديريه امن البحيره تواصلت دلوقتي مع الاعداد وجاري ضبط الزوجه؟ ايه رايك؟ حققنا رساله ولا ما حققناش رساله؟ بس انا مش عاوز اقول ده غير لما يتم ان شاء الله وهنعرضه في الحلقه القادمه، وجاري تحديد مكان الزوجه. حققنا رساله ولا ما حققناش رساله؟ كن واثق يا استاذ محمد رشدي، رسالتك طبعا على راسي، ان انا والله هدفي ليس التشهير بحد، انا هدف العظه والعبره. بقول لكل واحد في بيته ما تدخلش صديق لك او تصاحب واحد او تشارك واحد او تدخله على اهل بيتك غير لما تكون متاكد منه، لان الخسه والنداله اصبحت في معظم الناس دلوقتي، مع احترامي للجميع، الخسه والنداله في معظم، ما تدخلش اي صديق بيتك غير لما تتاكد انه ابن ناس ومحترم وخلوق ومؤدب. دي رسالتي يا استاذ محمد رجل. مريم ابو النصر: والله حرام الضيف المستشار مبروك، يعني واضح ان هو من مؤيدي مبارك. وبتشتم، بلاش تشتم يا مريم، اتق الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه عليكم استاذ احمد انت وضيفك الكريم. اوجه، هو اسمه اتق الله، حد بعت لي يعني، اوجه كلمه للضيف: كفانا كلام عن ماضي انتهى، ودعنا ننظر للمستقبل نظره امل، ويا رب احفظ مصر واهلها وشعبها وجيشها، ارجو توصيل رسالتي للضيف. وصلت؟ وصلت. تمام. احمد عطيه: استاذ احمد، هو مرسي مرسي النهارده بيقلد القذافي، يقول للمستشار من انت؟ ده احمد عطيه رجب القاضي. الموضوع ده والله منتشر في الغربيه، ده بيتكلم عن انقطاع الكهرباء.
طيب احمد عطيه بيقول ان مرسي هيقول الحلقه اللي جايه كذا وكذا. شريف التوني، استاذ احمد عاوزك ترد على كل الناس اللي بتقول انك بايه مش عارف ايه الحلقات وانك بتعرض ده علشان تدمر مصر. لا طبعا خالص يا استاذ شريف، احنا انا هدفنا اعلام بناء، وانا بعرض في كل حلقاتي، والدليل ان انا بقول رسالتك دلوقتي. استاذ شريف، يا استاذ احمد يا ريت ترد على كل الناس اللي بتقول لك كذا. خلاص شريف الرساله وصلت. هاني عبده بيقول ان الكهرباء قطع عندهم في الغربيه بشكل كبير. هشام احمد مسعود، يا استاذ احمد يا ريت تقول كلمه حق. هشام احمد مسعود تاني بيقول لك ازاي القضاء بتاعنا شامخ، وازاي مبارك وطني. بيقول انا عارف ان منشوري ده مش هيتنشر، لكنها كلمه حق. هشام احمد مسعود منشورك انتشر، 12 قصدي. طبعا الرسائل كتيره وعاوز الحق اخدها. ليه مستغربين ان انا بقول يعني معظم اللي بيبعت لي بيقول لي مش هتنشر؟ والله بنشر، والله لو بعت حتى قلت ايه بنشر. ارجوكم كل اللي بيشاهدوني دلوقتي، الملايين في مصر والوطن العربي، الملايين اللي بيشوفوني دلوقتي، اوعوا تحسبوني على فصيل او طيار. انا راجل بحب البلد، واقسم بالله احزاب كتيره جدا 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 هذا الاسبوع كلموني عشان انضم لهم، وانت هتنزل على قائمتنا؟ وقلت لهم لا انا مش هنزل ولا هنضم، انا راجل لمصر بحب مصر، ماليش دعوه ما تحسبنيش ان انا ضد ده ومع ده. ده كلام لهشام احمد مسعود. هشام احمد مسعود بعت كلام، يعني انت الرساله بعتها 10 مرات قلتها لك واقولها لك تاني. يا استاذ احمد قول كلمه حق للضيف. المستشار مبروك. ازاي مبارك وطني، ازاي القضاء بتاعنا شامخ. يعني انت نرفستهم بالكلام ده، انا عارف ان منشوري مش هتنشر، نشرناه اهو يا استاذ هشام. يعني حبيب بيقول ممكن يا استاذ احمد تسال المستشار اللي موجود في القناه والاستوديو مين الشخصيه؟ ثانيه واحده نكمل الرساله لانه باعت من الواضح ان كلام كتير. الغباء والفساد السياسي اللي وصلنا ليه، نسبة الجهل اللي ببلدنا سببها مين، الفقر سببه مين، الأمراض، العنوسة، البطالة، البلطقة، الازدحام، المرور، التكدس السكاني إلى آخره. ممكن تجاوبني مين السبب؟ ارحمونا وبطلوا بقى بلا مبارك بلا مرسي، الاتنين راحوا في داهية، ومن الجميع لله خلصنا جامعات وبتقديرات وقاعدين في الشارع. ده اللي انا قلته، انتوا عايزين مننا ايه؟ ارحموا الشباب علشان الشباب صبر ومش طايل اي حاجه. بالنسبه للست اللي بعت اولادها علشان راجل ناقص مفتقد لل مش عارف ليه كده، كلام سب مش بنشره. بكره هي هتندم. وقنا الله في عونكم، وامشوا في الدنيا وراسكم مرفوعه يكفيكم ان يحبكم. شكرا ليك استاذ احمد، اعانك الله على فيك. بشكرك حبيب بيبو. سيد ابراهيم المصري وهو رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده انباء النيل الالكترونيه، بشكره على رسائله وتواصله معنا. منور استاذ احمد، والله نصيحه مني، خلي الاستاذ مبروك هو زعلان منك رغم انه ده خاطب من عندكم من البحيره كمان. هشام احمد مسعود، يا استاذ هشام قلنا رسالتك. المستشار سيد ابو الجود، كمل الحلقه يا استاذ مبروك دفاعا عن الحق وليس عن مبارك. والله عمره ما كنت بدافع عن الحق. المستشار انا معلش، بص يا مستشار انا صريح وواضح انت حبيبي او كل حاجه، ولكن الرسائل دي لازم اقولها. مين معانا؟ طيب حاضر، هات يا حمدي. معلش انا طولت على المشاهدين. استاذ مدحت شلبي، استاذ احمد كل اللي احنا فيه السبب فيه حسن مبارك، حسبي الله ونعم الوكيل، فيك يا مبارك ويا رب نشوفك مش عارف ايه. طيب بشكرك. مين؟ استاذ عاطف، اتفضل يا استاذ عاطف. استاذ عاطف اتفضل. ايوه الو، اهلا بيك اتفضل. اهلا 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 اتفضل. يا اهلا وسهلا، انت معايا على الهواء يا استاذ عاطف؟ اتفضل. معاك يا سعاده الباشا. اتفضل يا حبيبي. الو، قول يا استاذ عاطف انت معايا في الاستوديو دلوقتي على الهواء. اتفضل. ايوه، وطي التلفزيون. وطي التلفزيون شويه كده. اتفضل، او ابعد عن التلفزيون وهم الاولاد يسمعوه. وطي التلفزيون شويه. والقعده بكره الساعه 11. اتفضل يا استاذ عاطف. ماشي سعاده الباشا. اتفضل. احنا بنمسي على الاستاذ احمد. ربنا يكرمك، انا بمسي عليك. مسي على الاستاذ احمد، وعاوزين نقول له ان الست دي ما هياش ام. تمام. ايوه يا استاذ احمد. ايوه يا استاذ عاطف. مساء النور يا حبيبي، انا سامعك، انت بتكلمنا منين؟ ايوه يا سعاده الباشا، مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا حبيبي، بتكلمنا منين؟ ابعد عن التلفزيون يا استاذ عاطف. بتكلم يا استاذ احمد من المنصوره، احسن ناس المنصوره. وطي التلفزيون شويه. ابعد عن التلفزيون انت وكلمني. اتفضل يا استاذ عاطف. بنقول للست اللي هي سابت اولادها دي ست ما هياش ست، دي قلبها قاحد. جاحد. ودي ما هياش ام ولا خلفت. ولا تعرف حاجه عن الاسلام. بشكرك، شكرا ليك استاذ عاطف من المنصوره. طبعا التعليقات كتير قوي عن هذه الام. بعد اذنك استاذ احمد، ليه الضيف بيدافع عن مبارك؟
هما كانوا عامل ايه، هما كانوا عملوا ايه هو ورجالته. استاذ احمد من الاردن هترد على ده كله، الحلقه اتحولت من قضيه عشان كده ما كنتش، ولكن انت براحتك يعني. استاذ احمد من الاردن اهلا بيك وتحياتنا لكل الجاليات المصريه في الاردن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، انت عامل ايه؟ ربنا يكرمك. اخبار الاردن تمام؟ والله العظيم انت بتدينا قوه امل. ربنا يكرمك وخلي عندك امل، خلي عندك امل على طول يا ابو حميد. والله العظيم بتديني قوه امل، ربنا يكرمك. شايف؟ ومش عايز اقول لك ان هي ست اللي صارت دهيت دي اصلا جاهله، دي اساسا جاهله، ما إلها انسانيه بالمره. ايوه يا استاذ احمد انا سامعك يا استاذ احمد. دي اصلا ست جاهله وما لها انسانيه، لان كده جابت العار لاهلها ولجوزها ولاولادها. شايف معايا يا استاذ احمد؟ انا معاك يا استاذ احمد. دي كده لو يعني مش هقولك ما احترام اهلها، لان اهلها اساسا لو ناس معلمينها الادب ومعلمينها التربيه، شايف، ما كانتش تعمل زي كده. بشكرك شكرا جزيلا ليك استاذ احمد من الاردن، وتحياتنا لكل اللي انا بيتواصل معايا من الاردن، اكثر من 300 او 400 شخص عندي اعضاء على جروب مالجاني، بشكرهم شكرا جزيلا، والسعوديه والكويت. استاذ عبد الرحمن الشعار بشكره شكرا جزيلا على رسائله وشكره للبرنامج. انا في رسائل شكر كتير حقيقه مش يعني مش بعرضها، ولكن بشكرهم شكرا جزيلا. احمد عطيه، استاذ احمد الحكومه اتكلمت على الحد الادنى ومفيش حاجات تمت. موضوع الحد الادنى والحد الاقصى ده هقوله لك يوم السبت في تفاصيل عندي. استاذ احمد مسعد بيقول لك مبارك هو السبب في كل اللي فات، وايامه كنا شبه ميتين زي ما كنا ميتين في السنه بتاعت مرسي. ده استاذ احمد مسعد، ده كلها رسائل ليك. استاذ مدحت شلبي بيقول بشكرك على اذاعه منشورك. يا جماعه اي حد بيبعت لنا منشور هنقوله، معلش يا حمدي لو هنقعد من الصبح لازم رسائل الناس كلها تخلص. ام احمد اهلا بيكي. الو. طب ام احمد فصلت. ام منى اهلا بيكي. يا ام منى ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يكرمك. اتصلت بحضرتك قبل كده. تأمريني؟ ده انا تحت امرك وتنوريني. ربنا يخليك. اتفضلي يا ام منى. قلت لحضرتك انا كنت عايزه علوان الجدع اللي هو اتقتل ابوه اللي كان على عكاز. هو بص العنوان محدش اداني عنوان. العنوان بتاعه الحدادين، اكتبي يا حاجه. الحدادين ده المعوق اللي اتقتل على فكره، ضبطوا المتهم اللي قتله يا حاجه، هنحاول نعرضه ان شاء الله الاسبوع الجاي. طيب انا عايزه بقى اتكلم بالنسبه للفرق اللي بين مبارك ومرسي. وبين مرسي. اتفضلي يا حاجه ام منى. ربنا يخليك. اتفضلي يا ست الكل. انا بالنسبة لحسني مبارك، سمعني حضرتك؟ أنا سامعك والله. بالنسبة لي فسد البلد، فلو هو رضى الناس كانت الناس شلته على دماغها. وبالنسبة لمرسي بصراحة أتكلم براحتي. اتفضلي طبعا. بصراحة ضيع لنا أخلاقنا وأخلاق الجماعات. هو السبب في إني ضيع أخلاق الشباب المتعلمين، كرهنا في الجامعات والله العظيم يا استاذ احمد. معايا حضرتك؟ انا معاك يا ست الكل، بنسمعك. فانا والله العظيم انا متضايقه جدا جدا. طيب. وحتى كل المناطق الواحد كرهها بحكايه المظاهرات والمش عارف ايه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. احمد عطيه قلنا رسالته. ابو زيد ده مستضيف بيقول المستشار مبروك. طب سيبنا رد من الواضح ماشي مع حاضر. المستشار مبروك شكله كان مستفيد ايام مبارك. لا ده قالوا بان عضو في هيئه الدفاع عن حسني مبارك. ماشي. قالوا كده ان مبروك السنهوري كان عضو في هيئه الدفاع. طيب محمد سالم بيقول استاذ احمد المستشار جاي مش جاي يتكلم على القضيه وجاي يركز على مبارك، نفسي اعرف يقصد ايه، هل هو من اعداء ثوره 25 يناير؟ ما معنى حبيب بيبو بيقول ما معنى ان كل الشرطه والحربيه لا يدخلهم سوى اصحاب الوساطه ورشوه ابناء الضباط؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين. سامح حبيبي بيقول عندك بيرد عليه بقى. سعيد محمد مرسي الروبي بيقول تحيه لحضرتك استاذ احمد، وبطلب من حضرتك تقول للضيف كفايه تلميع في مبارك اللي شحتنا العيش، يا رب تزحها زعتها اهو. حاضر خلاص. اخر رسائل. مين معانا بس من البحيره؟ استاذ طارق من البحيره اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا حضرتك. اتفضل. بقول لك يا فندم
اتفضل. بس عايز اتكلم استاذ احمد. والله انت معايا على الهواء، اتفضل يا استاذ احمد. عامل ايه؟ والله وحشتني. الحمد لله، ربنا يكرمك، ربنا يخليك، وتحياتنا لكل البحيره. الله يحسن الناس. انت احسن الناس والله. وعندنا مستني برنامج بدايه يعني، لو عارف حضرتك نازل بهالك كنت جايبيه، كنت رحت عشان اشوف حضرتك. بس بشكل يا باشا ربنا يخليك، وتحياتنا لكل البحيره وشعب البحيره واهل البحيره اللي احنا بنحبهم. الله يغريك انت. ولقيت حضرتك قلت كان الليل الهرب ديت هي عاره اساسا على يعني الواحد البلد بره كده البحيره اساسا. صحيح. لا هي بص، انا بكن كل تقدير عشان بس اهل البحيره وسكان البحيره ما يزعلوش مني، دي حاله فرديه ما نقدر كل في كل محافظات مصر بيحصل. على الله يسامحها، خلاص الله يسامحها. معلش. وانا حضرتك دلوقتي يعني والله نفسي نشوفك تاني، والله في برضه تنزل بحيره حتى نشوف حضرتك يا استاذ. ربنا يكرمك ان شاء الله، منزل تصوير تاني نلتقي بيكم. اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك. اي جيار يا ريت كل الرسائل تتابعيها، لو في رساله فاتتني. احمد عطيه بيقول يجب ان تنال هذه الام اعدام. سيد خليل بيقول استاذ احمد انا مش عارف اوصل لك عن طريق الجروب، ومش عارف ان كل اللي طلبه من حضرتك هو اذاعه اخبار عن شاب مفقود. اه معلش حاضر، المفقودين هيتذاعوا يوم السبت اللي جاي الساعه 9 ان شاء الله. محمد الطيب، استاذ احمد قول للمستشار ان كل واحد يراعي ربنا في الشعب الغلبان. وبشكرك. محمد دعبس، استاذ شحات كفر الشيخ اوعى يكون اللي في دماغي. الاستاذ شحات اللي كان بيتصل عليا زمان ايام ما كنت في قناه البدر والابره صح استاذ شحات ولا حد غيره؟ لا اكيد حد غيري. اكيد حد غيرك، بس كان في حد بيكلمني من كفر الشيخ اسمه الاستاذ الشحات. لا لا لا، اهلا بيك يا استاذ شحات، اتفضل. حضرتك ومنور الشاشه والله يا بيه. ربنا يكرمك يا استاذ شحات، وتحياتنا لكل كفر الشيخ. اولا الست اللي سابت اولادها دي ست كافره ويهوديه مش مسلمه. الو تمام، انا احنا بنسمعك. ايوه بيه، والنبي بيه وعرف الضيف اللي جنبك ده، قول له كفايه خراب بيوت بقى، لا يجيب لي سيره مبارك ولا سيره مرسي، كفايه خراب بيوت. احنا بيتنا خرب، كفايه خراب بيوت، عايزين نشوف اكل عيش. عاوزين هو بحكم الاستاذ احمد بس هو اللي سالنا في الاول خالص لكل حدث حديث يا ريس. طب انا هستاذن حضرتك استاذ احمد ارد على الزباله عشان نخش في موضوع الحلقه. حاضر يا استاذ الشحات. خليك معانا يا استاذ الشحات، خليك معانا. مبارك ولا سيره مرسي يجي في لنا الصالح اللي جاي. طب خليك معانا حبيبي، خليك معانا يا استاذ احمد. استاذ المعلم بشكرك. حاضر، بس اخر رسائل. احمد عطيه، ابو زيد، ايوه في مين تاني؟ محمد عمر، استاذ محمد عمر. حضره المحترم الصحفي احمد بدوي، اولا ربنا ينتقم من كل ام تفرط في فلذه كبدها. بشكرك ان والله الناس اللي بتعلق على دي وخصوصا الام دي. ثانيا اللي المستشار المحترم البرنامج اسمه من الجاني مش اسمه مبارك، وكلام في السياسه عارف احنا عيبنا دايما بنرجع للوراء، عاوزين نتقدم بقى سويا. من سيبنا مبارك مرسي وخلينا في اللي جاي، خلينا نطلع خطوه قدام. بشكرك. ده كلام جميل، ده على عيني وراسي. ده في مين تاني؟ ادهم ولا مين؟ ادهم مش ادهم بتاعنا يعني، الجيش والشرطه عندهم اولاد والمتظاهرين مقطوعين وما في احد يزعل عليهم. ادهم بيرد على اسلام نجاح. فعلا رسالتك يا اسلام كانت مستفزه جدا، مع احترامي يعني انت قلت لي اسلام نجاح اللي بعت لي رساله من برشوم، هو بيقول انت يعني انت زعلان على اللواء ومش زعلان؟ لا زعلانين عليهم كلهم، زعلان على طلاب الجامعه. مين يا حبيبي اللي عاوز افكرك بنقطه؟ انا الوحيد اللي جبت طالب قتله ضابط شرطه في الامريه. خش على اليوتيوب كده واكتب مقتل طالب الامريه على يد ضابط، انا اللي جبت دي وقلت يعني مش بس باكد لك ان انا مش متحيز لحد. قلت على طلاب الجامعات وطالب هندسه عملنا تقرير عنده ولقاء مع اسرته، طالب الهندسه اللي مات، وقلنا ده حرام ويجب حقه يجي. اذا احنا مع الكل وضد الدم المصري كله. انا سيد خليل عاوز اوصل لحضرتك بيانات عن ماشي يا سيد. حاضر، وبشكر كل اللي تابعونا في الرسائل كده. ممكن حد يتابعنا تاني على جروب مال الجاني على الفيسبوك. اسيب لحضرتك بقى الفرصه. الله يخليك، اتفضل. انا اسف الاول، لكن ما فيش مشكله يعني. ما اكون محبيك ياما والحمد لله. اخويا السعيد واخويا الشام وابو زيد وعمر دعبس وما اعرفش ده كلهم اراهم على عيني وراسي. بس احنا دايما نقول لكل حدث حديث ولكل مقام مقال. فما دخلتليش معاك في موضوع الحلقه، اول سؤال قلته لي ايه رايك في محاكمه كان ممكن مبارك؟ تجاوب عليه باستفاضه. حلو قوي. فانا استطردت ان انا اقارن ما بين الراجل ده والراجل. لا بس كان المفروض المقارنه تكون في حاجتين في المحاكمه. لا. تبقى في المحاكمة فقط، مش عايزين نتكلم ده انجز وده ما انجزش وده افسد وده ما افسدش. مش عاوزين زي ما يعني ما نقولوش قال عبد يعني ما هو افسد عبد الرحمن الشاذلي انا عندي قوات هجوم ما عنديش قوات، قال له يرجع ورا، قال له مش راجع. كان فين ده؟ كان فين اللي بيسالوني
بقوله معالي المستشار اللي معاك من انصار مبار. لا قالوا لي كده غير كده يا حبايبي اللي انتوا بتتصل عليا، قالوا غير كده، قالوا مبروك السنهوري وعضو هيئه الدفاع عن حسني مبارك. لا يا ابني والله لا انا عضو هيئه الدفاع عن حسني مبارك، والاستاذ فريد الديب استاذنا وعلى راسنا من فوق، وكان يشرفني ان انا ابقى عضو عن هيئه. امال كنت هتقول ايه ساعتها بقى؟ ان مبروك السنهوري بيدافع عن الفساد. طب دي حته رايك. طيب خلينا بقى نتكلم في طب يا استاذن معاليك اتفضل. طب دلوقتي بقول لحضرتك الحلقه هتعدي على حسني مبارك، لا ينكر انجازات حسني مبارك الا جاح برضه هنتكلم بس في حاجه استاذ احمد برضه الله عز وجل اللي خلق هذا الكون لم يرتضي عليه جميع الناس. طيب احنا معلش اصل احنا فينا عيب بقى ايه؟ فينا عيب يا ريس. بص اصبحنا مجتمع فوضوي مجتمع غوغائي، وكل واحد عايز يقول وكل هب ودب. لا احنا بنكل بس احنا بنكل كل لا يمكن انجازات حسني مبارك الا جاحد. معلش لا لا الا الله. لما شاب بيقول لك دلوقتي يا معلم شهر لما شاب بيقول لك دلوقتي قاعد بقاله 10 سنين ما اشتغلش. اسمعنا استاذ احمد، الله الذي خلق الكون ورزق كل هذه المخلوقات لم يعبده كل الناس ولم يرتضى عليه كل الناس، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، وقال كمان ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم طيب ربي. ممكن أنا ليه طلب فأنت دخلتني ليه طلب. طب أنا في إيه برضو هتجيبها فيها لابد. معلش يا استاذ أحمد طيب يعني بس. هم بيقولوا الحلقة حسني مبارك. لا مش حسني مبارك، احنا بس حبينا نميز الرأس من السمين. طيب خلاص يبقى انا نميز الخبيث من الطيب. تسمحوا لي ربنا قال لي يا ريس المشاهدين قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو طيب اعجبك كثرة الخبيث. ممكن يسمحوا لي صدق الله العظيم صدق الله العظيم. الاخوان اللي بيهاجموني يا ريس دلوقتي طيب المشاهدين وبيقولوا لي انت بتنصر انا ما بنصرش حسني مبارك. طيب المشاهدين يسمحوا لي، المستشار مبروك بيقصد الفرق ما بين المحاكمه وما بين محاكمه مرسي وما بين محاكمه ورق. ممكن وفارق شخصيه. طيب ماشي ما فيش مشكله. اتفضل خلينا بقى نتكلم في القضيه. ماشي عشان نخش في القضيه بقى. نتكلم بقى في القضيه. انا عندي دلوقتي سيده ارتكبت مش عاجبهم سامحوني عن راي انا ليا راي زي مفيش محترم. يحترم 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 وانا قلت لك وانا قلت لحضرتك رديت عليك راي البرنامج من افسد ومن السبب في ومن دون انكار للانجازات اللي حضرتك قلتها متفق معاك، لكن دلوقتي هذه السيدة ارتكبت جريمة بشعة جدا يا جماعة. انا زي ما قلت لكم ان انا بعتبر هذه الجريمة هي ابشع من جرائم القتل والخطف والسرقة والاغتصاب. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة ان هي تترك اولاد. مين هيربي دول الاولاد؟ يعني كلمة صعبة قوي لما سناء البنت الصغيرة تطلع وتقول ان هي كل ما تروح المدرسة اولادها هيعيروها. الموقف ايه؟ عايشني بقى يا استاذ احمد. اتفضل صوصي سيبني مبارك ومرسي. طب اتفضل عايزين نبني بقى ونعمر ونبقى عايزين نشوف مستقبل مصر احسن. مصر اهم من الناس دي خلي بالك. ومصر ولاده ومصر ان شاء الله مصر وستظل مصر باذن الله بمبارك بالسلام. طب ما خلينا في القضيه بقى مع مشار. عايشني بقى تخصصي تمام. في حته بقى رئيس الست دي اللي انا عايز اقوله لها، من يهن يهن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، ولا يضار الشاه سلخها بعد ذبحها. يعني الشاه ساعة ما تتذبح السلخ هيضرها بإيه؟ ومن يهن يهن الهوان عليه. دي 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 ليست ست، ليست أم. لو أنت ستك أستاذ أحمد مع احترامي لحضرتك قلت لي دي أم أقول لك لا مش أم. دي أمال دي إيه؟ دي حاجة أقولها أي حاجة غير الأم. طب العف العف في التربية، في التربية أصلا أستاذ أحمد دي طلعت من بيت خاوي، بيت خايب معرفش يا ربي. أستاذن معليك وطبعا المحامي برضو لازم يكون مطلع في العلم شوية كده برضو. ولو إن العلم مش تخصصنا مع استئذان واحترام لعلمائنا وشيوخنا الاجلاء، الست كانت لما بتجوز بالتابي في الجاهليه مش في الاسلام تمسكها ليله الزفاف تقول لها انت رايحه فين؟ تقول لها الزفاف رايحه، تقول لها ان احفظي عني خصالا عشر يكن لك ذخر. اسمع شوف الست بتقول لبنتها ايه؟ ان الوصيه لو تركت لفضل ادب لكان لأبويك غنى عنها
ولكن الرجال للنساء خلقنا ولهن خلق الرجال. ولو أمر الله عبد يسجد لعبد لأمر المرأة أن تسجد إيه لزوجها. معايا مركز معايا؟ أنا مركز معاك والله. آه. بس سايبك أهو عشان ما تقوليش إن أنا بقطعك. محمود من البحيرة. أنت طالعة إلى بيت لم تعرفيه. أستاذ محمود من البحيرة؟ آه. اتفضل. ما تخلي استاذ محمود اما نخلص النقطه دي. طيب هناخد استاذ محمود عشان معانا من بدري. اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. والله الام اللي تركت اطفالها كده في 200 ساعه في دمنهور المفروض يعني في نادي. ما تقولش ام بقى، دي مش ام. استاذ احمد انا معاك بسمعك. وانا كلمتك انا في موضوع بتاع الشرطه، انا كشف طبي بقالي سنتين مستني هيئه. هي في هيئه بعد سنتين؟ اكيد في مشكله عندك تانية. ما فيش مشكله خالص يا استاذ احمد، انا خلاص التحريات السياسيه والتحريات الجنائيه. طب التحريات السياسيه والجنائيه تمام؟ ما تمام 100 100، ما فيش حاجه. كل ما راح المديريه يقول لك لسه شويه، لسه ما جيناش كشف. طيب ممكن ما فيش مشكله نتواصل مع اداره التحريات في الاول في مديريه امن البحيره، في مديريه امن البحيره قصدي. بشكرك شكرا جزيلا لك، لان انا عندي حد من مديريه امن البحيره بعت لي برده على الجروب ان هو فاضل له كشف الهيئه. اتفضل معانا شار كمل. هذا مبروك بيه. انك بتوصي بنتها بقى ليله الزفاف، بتقول لها انك تخرجي من بيت تعرفيه الى بيت لم تألفيه، فالسمع له والطاعه والرضا له والقناعه، لا يرى منك الا اطيب ريح ولا يشم منك اي قبيح، اياك وميعاد نومه وميعاد طعامه، فإن تنغيص النوم ملهبة وتنغيص الجوع مغضبة، كوني له أمة يكن لك عبد، ارعي خدمه وحشمه وماله وعياله. إن الوصية لو تركت لفضل أدب لكان لأبويك غنى عنها، ولكن الرجال للنساء خلقنا ولهن خلق الرجال. البيت اللي يطلع منه بقى بيت إيه؟ بيت منحل، بيت منحط. طبعا سمع الولد سعادتك وانت بتصور معاه وبتتكلم معاه بتقول له يا ابني مش قادر اكمل تصوير، انا قاعد جنبك يا استاذ احمد يعني ما تعرفش انا قاعد يعني بتقطع ست. طب ايه بقى الحدوته ايه؟ هل الراجل تسألني سؤال طب بعيدا عن الحدوتة. الموقف القانوني يعني بعيدا بس عن الحدوتة، الموقف القانوني قبل الموقف القانوني يا رئيس، الزوج عليه عيب في غلط ينوبه جزء من الغلط اللي حصل. شوف ان حضرة النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، لا يدخل بيتك الا نقي ولا يأكل طعامك الا تقي. هو صايع برضه، جاب واحد صايع زيه شاركه في بتاع الحلويات، وللأسف هي اللي معرفاه عليه وهي اللي معرفاه عليه. يبقى هو نايبه جزء يشيل بقى ويتحمل مغبة أمره، لأن هو كده إيه شال القربة وخرمها، وطبعا هو كده على نفسه بقى في المنطقة دي بالذات، وبيدفع الثمن دلوقتي بقى. طب الموقف القانوني بيه خد 3000 جنيه وهربت في ميدان الساعة ومشيت والبنت راحت وراها، زقت البنت وخدت الفلوس. هو بقى لو ولد جدع ولا كان أقام دعوة، مفيش قاضي هيدي السنة في 3000 جنيه. ليه؟ مش عمر هو بيقول خد سنة إيه؟ ولا خد سنة ولا خد حاجة، بيعطوا له شهر ولا شهرين ولا حاجة، وكان يتربص وينتظر مدى مشيت معاه يبقى هتوقع في فخ الزوج الثاني. هو كان يتصيد بقى لها الاخطاء في المنطقه دي وما يعملش بقى شوشره ويسيب الامور تجري فيها عنتها، ولا يبيتن الا خلي البال ما بين غمضه عين وانتباهتها قانونا يغير الله من حال الى ايه؟ الى حال. فهو اقام الجنحه وجنحه التبديد، خدت فلوس راحت حطها في البتاع خدتها ومشت، جنحه التبديد. هو طيب. قاعد بقى بينعي على ايه؟ على ليلى، يجيب بقى شريط عبد الحليم حافظ وظلموه، القلب الخالي ظلموه، ما فيش غير كده.
حاضر يا ايه غيرها ناخد التليفونات. حاضر يا ايه. وبرغم كده يا استاذ انا مستعد اتبنى قضية الراجل ده لوجه الله تعالى دون مقابل. ربنا يكرمك. ومستعد اساعده بكل ما املك وما ادالي ربنا. بقول لك ايه ممكن انا العيال دي خلي بالك يا ريس انت بتصور وبتعرض وانا زعلان نفسي زحمة على العيال. انا زعلان على العيال بس. هم العيال يحزنوا بصراحة. خالد من طنطا اتفضل يا خالد. اهلا بيك. السلام عليكم يا زحمة. عليك الصحة وبركاته. وحشني كتير 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 كتير. ربنا يكرمك يا استاذ خالد وتحياتنا لكل اهل الغربية. الله يخليك. مساء الضيف المحترم الراجل المحترم محترم بمعنى الكلمة. انت بتحب مبارك واضح انت كمان صح؟ لا والله انا هو معجب بيه ومعجب بقراءه اصلا. نخش بقى في القضية. معجب بقراءه يعني؟ طب اشكرك. اسمه ايه؟ اهو يعني اسمه خالد فرج من الغربية. خالد انت اللي نصفت لي اللي لازم. خالد حبيبي يا خالد والله. لا اصل اراءك عجباني قوي. اصل طب انت منين عشان ازورك؟ انت بتقول حق اصلا والناس بتزعل من الحق. هم حرين يزعلوا يا خالد. طيب المهم نخش في موضوع القضية. انت فاكر استاذ احمد القضية بتاع المدرسة؟ مدرسة شبرا مالها؟ اللي هي مع زوجها ومش عارف ايه وسابت عيالها. اهي نفس شبه بالظبط صوره تبقى الاصل. تمام. اللي هي سابق شوف عيالها. تكررت المأساة يا خالد صح. والله شكل العيال يا استاذ احمد وانت في وسطيهم ايه من الجمال. والبنت جدا عجبتني ودخلت دماغي قوي في كلامها. جميل جدا ومؤدبه جدا البنت. مش عارف انت اسمها سناء باين او حاجه زي كده. سناء. والله جميل جدا وعيال صعب عليه. وابوه راجل شكله كده بصيهم راجل محترم محترم محترم. انا مش عارف الست اللي بتبص لغيره ده ايه. مش فاهم والله ايه الحب اللي يخلي الواحد يسيب عياله الجميله دي. بشكرك يا خالد. بشكرك يا خالد شكرا جزيلا ليك. العمده عمده ارجوك ارحمني برسائلك. خلينا نخلص الحلقه على خير يا عمده. في رسائل سعيد محمد مرسي الروبي بيقول للزوجه ده حرام نقول عليها بني ادم اصلا. وبيقول لو مراته كان ولع فيها. واستاذ طارق بسيوني واستاذ محمد رشدي بشكرهم على رسائلهم. عاوزين نعرف يعني طب القضيه دي هتنتهي قانونا على ايه قبل ما نختم يعني هذه القضيه هذه الجريمه البشعه. مش مهم معانا قد ايه. المهم يعني مفيش مشكله. بس كنت في حاجه بس كنت عايز اقولها لحضرتك. اتفضل. النبي عليه الصلاه والسلام ما جاش الست تطلع من بيتها مش مع عشيقها ولا مع مش هنقول بقى يعني مش مع مش خيانه. ما اجاز حضرة النبي ان الست تطلع من بيتها لابوها وهو بيموت او بيغرغر او في مرض الموت بدون اذن زوجها. قالت له يا رسول الله الراجل جالي وقال لي ابوك تعبان. طب ايه بالبلدي كده حولها لك استاذ احمد في عجاله سريعه عشان احنا على الهوا عايزين. اعتقد ان فاضل دقايق يعني. فقال لها زوجك فين؟ قالت له غايب. قال لها واحده راحت بتقول خالد ده قريبك. خلصت الحاجه بتقول لك خالد لا لا مش قريبه طبعا. خالد من الغربيه والمشوار مبروك من دمنهور. اتفضل يا فندم. من ابو المطامير يا بيه. من ابو المطامير. من عزبه العسل. احسن ناس. اتفضل يا فندم. بص حضرتك او عزبه الصنهور احسن. ما بحبش عزبه العسل دي. بص ما عليك. قال لها ارجعي لبيتك فطاعتك لزوجك خير من زيارتك لأبيك وهو مريض. ساعة جه الراجل تاني. الله ابوك بيغرغر في مرض بصي في اللحظات الأخيرة. قالت له حتى أسأل رسول الله. راحت تسأل الرسول. قال لها جوزك رجع؟ قالت له لا. قال لها ارجعي لبيتك فطاعتك لزوجك خيرا من زيارتك لأبيك وهو يحتضن. ماشي معاك استاذ احمد؟ انا مع حضرتك. بعد ساعة جه الراجل قال لها ابوك توفي تعيشي انت. راحت للرسول قالت له ما فيش حد بقى في البيت وامي متوفية وانا اللي هقابل الحريم بقى واقعد في البعزة بقى قال لها جوزك رجع؟ قالت له لا. قال لها طاعتك لزوجك خير من زيارتك لابيك وهو ميت. اسمع مني بقى. الراجل مات يتوكل على الله وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشايخنا وعلمائنا طبعا بيسمعونا كلهم. فالنبي نام بعد ما الراجل اتدفن وتوكل على الله. شاف الراجل ده بيرتع في رياض الجنة فطلع
حضرة النبي بالبشارة يقول لها ايه؟ يقول لها يا معالي الرئيس ابشري باني رأيت ابوك في المنام يرتح في رياض الجنة. هي تحلل وتقول ايه بقى؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الستات زمان غير دلوقتي. شوف التربية يا رئيس. شوف التربية. انا بشكرك طبعا كالمفروض. شوف البيوت. كنا عاوزين شوف الاحترام. كنا عاوزين نكمل مع حضرتك ولكن طبعا مثل اللي انت قلته ده وصل طبعا للمشاهدين اللي رسائلهم لم تنقطع حتى هذه الان. بشكرك المستشار القانوني مبروك السنهوري يا محمد نقد. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بشكرك يا فندم. وطبعا الاراء المشاهدين واراء اعضاء جروب مالجاني على الفيسبوك طبعا كلهم ارائهم تحترم. في مين تاني؟ محمد شعبان الوادي الجديد بشكرك. محمد شعبان من الوادي الجديد. ومصطفى محمد بشكرك مصطفى محمد شكرا. ودايما نبقى مع الحق على بعض ان شاء الله باذن الله. يوم السبت اللي جاي معلش تاني يا حمدي تأكد على الصورة وتنزل النهاردة على اليوتيوب وهذه الحلقة وهذا التقرير ينزل النهاردة على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. التقرير مهم قوي انه ينزل النهاردة على اليوتيوب اللي خاص بهذه السيدة. يوم السبت القادم انتظرونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج مالجاني 9 مساء هتكون حلقة مختلفة. في حاجة صغيرة؟ طيب معلش حاجة صغيرة يا حمدي اتفضل. دقيقة واحدة بس. لا طب اتفضل. وبخاصة الاستاذ حمدي بقى انا في اول حلقة. طب اتفضل في عجالة عشان بس نلحق. أيوة لازم اختم. بص حضرتك سؤال الساعة اللي هو المطروح في الشارع المصري السيسي برضه هنتكلم في السياسة؟ يشير السيسي معلش برضه هنتكلم في السياسة؟ تؤمن بان هو رئيس جمهورية ينزل ولا ما ينزلش؟ نعم تؤمن بان المشير السيسي يبقى رئيس جمهورية؟ السؤال اللي كان المفروض معاليك طرحته ليه واحنا برنامج مالجاني لان السؤال يهم أنا كل أنا أنا يهم أنا كل طفل مصري مش انا مش هرد عشان ما اوجهش المشاهدين اللي انا يعني لا كنت عايز تسالني ما ينفعش انا اسالك في حلقه جايه يعني انا بص اقول لك حاجه نخصص الحلقه الجايه الامور اللي من دول ملتهبه بس كنت عايز استاذن معاليك احنا عاوزين نقدم للجمهور كنت عايز استاذن معاليك نعم واحنا على الهوا تستأذن لي من سيادة العقيد أحمد علي المتحدث باسم المجلس العسكري المسلح. أنا عايز أقابل المشير السيسي لأن حاولت أقابل الراجل ده ومش عارف أقابله. زمن التطبيل والتهييس والتهجيص عاد. عايزين نكون واقعيين ونحكم بعقلانية. أقول له يا سيسي خليك وزير دفاع واحرص الرئيس القادم وسيبك من رئاسة مصر دلوقتي. بشكرك اللي بيزقوك تمسك رئيس جمهورية بعد سنة هيقولوا لك الشعب يريد اسقاط السيسي. شكرا اشكرك ده رايك طبعا. اعزائي المشاهدين نلقاكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي 9 مساء بتوقيت القاهره 10 بتوقيت مكه المكرمه. تنتظروا ان شاء الله حلقه مختلفه من حلقات برنامج من الجاني وانتظروا فيها مفاجآت. واتمنى ان التعديل الوزاري يتم بسرعه وانادي ان يتم تغيير في وزير الكهرباء وزير التموين وزيره الصحه. هذه الوزارات الحساسة وفيها قصور شديد جدا يشعر به جموع المواطنين. الناس اللي بعتني قصور في المستشفيات اللين ومستشفى ابطو في كفر الشيخ واعتقد اللين برضو في كفر الشيخ ومستشفيات اخرى في محافظات كثيرة. هنحاول نتابع مستشفى سيد جلال كتير كلموني عليها الاستاذ وحيد صلاح اعتقد كان كلمني ما لحقتش ان انا اعرض كل هذا بالتفاصيل. يوم السبت اللي جاي ان شاء الله لقاءنا 9 مساء. بشكركم تحياتي ليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟
إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر محفوظة من الله عز وجل. مصر محفوظة بحب أبنائك لك. مصر بدعاء أطفالك لك. مصر صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. لا تحزني يا بلدي، فأنت الأمان. مصر هي التي صدرت العلماء. او مستغل او مستغل او مدفوع من خصوم الاسلام هنا او خارجه. انها مصر ترجمة